يقول حسنين ترجعني ذليلة وخاطري مكسور، ما تدري أنا الدنيا ودوراتي تفت صفور، كم من بيت خليته عقب الطبطنة خالي، وكم سلطان ذليته وخليت العبيد والي. وجيلك يا علي وتقول لا تتعرض الحال، تكسر خاطري والله لخلي خاطرك مكسور، دوراتي دا دارت عليكم يا علي بتشوف كلمة واحدة يا ابو، ودوراتي دا دارت عليكم يا علي بتشوف الزهراء يودونك وراسك يا علي مكشوف، فيك تحوط كل الناس وسيف الكل لك مشهور، والمنبار لخلي عليه يصعد فاجر كذاب يفتي في الشريعة زور ويعصر زوجتك بالوار، ايش في خاطري منك بضربة وسط المحراب وعلي، في فرض الصلاة وعليك اولادك ينصبوا دور، حسن باسم ما بقطع له فاضه وبخليه يتلبى بسمه بمحضر اولاده، واذا شالوا بني هاشم على العاده يا ما تشوفني الشابي على ذاك العزيز يثور، تفتر وحسين الشهيد يجيك لازم عني علومه بذاك المنزل النيور لخلي تصرخ الهومة، بطردة من حرم جدة وبسقي كرب الدمومة دمومة حتى كفل ما يحصل ولا غسل ولا كافور. هذه نعاد الصرخ عليك تقدر ما تمشي هنا، يلا اسمع. وما يا علي هملي حياتك دايما شحنة، وما يا علي هملي حياتك دايما شحنة، سورها بظلام الليل جدها والبتول وصبح لها يا ابويا
تشوف وتتصور انا في عاشر محرم دوم بجفيت ست وانا بخدري موصوفه وتالي بايدي متستره بعد ولو شفت انغرز مسمار وبصدر امي ابو السلطين باجور باجور سعب ومثلث اشوفه بصدر اخوي وصلنا للحسين يلا ختام المجلس وين اللي محترق قلبه يريد يزور الحسين دقيقتين لكن التفت رجان شوف قلبك ينجرح لولا هنيئا لك على هالحرقة على سيد الشهداء وعلى امير المؤمنين وعلى هالدمعة لزينب بعرف قيمتها وعظمتها انت اللي محترق قلبك تريد تزور الحسين الا عندك حال عشق لسيد الشهداء صلوات الله عليه هنيئا لك التفت رجان الجميع يفتح قلبه اريد اختم اخواني هنا عشقت حسين ابو اليمة ورضعت احزانة وهمومة واللي يلومني بحبه واللي يلومني بعشقه غابت عنا معلومة هو العشق بقانون حتى العاشق تلومه هو العشق علي